السلام عليكم خوتي كي دايرين بخير نتمنى ان اموركم كلها تكون مزيانه سمحوا لي ما حطيتش فيديوهات هاد السيمانه حيت كنت شويه عيانه المهم آه آه اليوم غادي نهضر لكم على ساتي غير شفاوين كيفاش تخلطوه وكيفاش الخدمه ديالو حيت كما كنعرفوا الجيلاتين اهم حاجه باش تصايبوا الكادر اللي آه الناس اللي كيخدموا كي سيريغرافي انا عندي هنا دي روسول 25 وصاتي بالنسبه لدي روسول كاين فيه ال 25 وال 22 ال 22 هو اللي كيخدم الـ الـ مع البي في سي والصباغه ديال السيكان بلاستي فيه وال 25 كيخدموه التيشورت انا بغيت غير واحد من النقطه نقولها لكم آه هاد الكود هذا يكونوا بحال بحال هاد الكود بالنسبة لفان 22% فيه ستة وتسعين وهنا عندي صاتي باش نخلطو الجيلاتين بعد الجيلاتين ما يشوف الضو تماما ولا تبقى الطاسه محلوله ولا كي كيتحرق كان هنايا نشرح لكم في صاتي كندفيو شويه الماء الماء دافي كنزيدو هنايا على حساب هاد حيت هو هنايا بودر فودر غير هواتل هنا كما كتشوفوا معايا كنديروا المدافي وكنعمروا تل هنا غير المدافي ما يكونش طايب بزاف وما يكونش بارد وكنخلطوه مزيان كنحلو هادي وهذا الشيء كامل كما قلت لكم تكون ما تكونش الضو بزاف بحال هكا كتخدموا في شي بيت يكون في المراح ولا مهم يكون الضو بعيد اللي غير انت غير تشوف غير يبان لك هكا غير شويه ماشي تشوف ما تكونش الاضاءه ملي كتخلطوه مزيان كتحلو هذه وكتخويو كتخويوها عليها وكتخلطوها بشي حاجه اللي عندكم مسطره معلقه المهم كتخلطوها مزيان وكتغطيوها نص ساعه عاد كتبداو بها الخدمه بالنسبه لهم بجوج وكتحطوها فشي بلاصه بارده من بعد ومن اللي كتخدموا بها كتبغيو تحلو هاد الطاسه من بعد وتخدموا بها ديال المده ديالها 3 شهور 3 شهور عاد كتبيريما ملي كتبغي تخدم بها كتجبدها والاضاءه كما قلت ليكم ما تكونش ما تكونش الاضاءه مجهده هذيك المرحله باش دير جيلاتين وباش ينشف الكادر حتى تبغي تانصولي عاد ديك الساعه الاضاءه ملي كتخدم ديك الطبله راها الطبله ديال الانسولاسيون ديك الساعد يمكن لك الضو لما المراحل كاملين باش كتخدم الجيلاتين خصك الاضاءة قليله وكاين اللي كيدير ديك البوله الحمراء ولا بوله كيصبغها بالحمار ولا كيصبغها بشي لون باش ينقص الجهد ديالها باش يخدم انا غير بغيت نحط لكم فيديو حيت شحال من واحد كيصيفط لينا في كيعيط لينا في التليفون ولا كيصيفط لينا كيبغي هاك الدراد اللي عاد بادين كيبغيو يعرفوا وشكرا على المتابعه وسمحوا لي ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو كيفاش غادي نصايبوا الجيلاتين في الكادر وكيفاش نطبع واحد السي عندي واحد الصديقه ديالي وديك الساعه تشوفوا معايا كلشي المراحل كامله شكرا على المتابعه